والله الوضع خطير الحقيقة. عنا عباد تستنى في قسم الاستعجالي، الأقسام متاع الكوفيد مليانة ما عادش فيها حتى بلاصة، المستشفى الميداني كيف كيف، يعني طاقة الاستيعاب متاعه كملت وزدنا فوقه يعني أسرة أخرين. الوضع خطير وما يبشرش بالخير، فهمتني؟ الإمكانيات بريسك مستنفدة، الإمكانيات البشرية خاصة الإمكانيات البشرية، وهذاك علاش يعني كتبت أمس. هو أنت البارح أستاذ سهيل هبت تدوينة على صفحتك فيسبوك نداء استغاثة، معناها دعوت فيها الأطباء الكل والناس الكل كون تجي تعاون. توجهت للناس الكل وخاصة ما احنا ناقصين برشا في الإطار الطبي والشبه الطبي، الأطباء المتربصين الداخليين ولا الريزيدون الانفيرمي اللي مش قاعدة تخدم وتحب تعاون مرحبا بيهم، لزاد سوانيون هذوما اللي نجموا يجي ويعاونوا باللي يقدروا، فهمتني؟ مرحبا بيهم الكل. ما يعني بالحق راهو ما عدناش يعني تعبنا، الموجودين الكل تعبت وماذا بينا شكون يوقف معانا ويعاوننا. الدولة هذيك إمكانياتها اللي تنجم تعملوا، واحنا توا نعملوا على الغيورين، على اللي يحبوا بلادهم، اللي يحبوا المواطنين متاعهم وعبادهم يجاوا بحذانا مرحبا بيكم اخدموا باللي إيه. سي سهيل معقول كلامك، ولكن المشكلة راهي مش كان في البرسونال، المشكلة راهي في البنية التحتية، في اللوجستيك، في الأسرة. احنا فما فيديوهات قاعدين يدوروا في رملية وأطباء ما لقاوش بافيت، ما لقاوش زي معناها هذيك اللي تلبس بتاع انا فما مشكلة كبيرة كومبينيزون. بالضبط، ما اسمعني اني نتكلم على ناحية اللي هي هامة، ما تنجمش تخدم دي زاباري، ما تنجمش تلبس كمامة، ما تنجمش تعدي زريقة الا بالعباد، الا بك الفرملي، بك الطبيب، بك الواحد. يعني بالنسبة لنا احنا صحيح فما مونك كبير في اللي بافيت، في اللي سيربلوز، في الكونسنتراتور دوكسيجين، في اللوبتي فلو، في اللي زباري الكل اللي يعطيه الاكسجين ويعاونوا العبد باش يتنفس، نقص كبير، فهمتني؟ وماذا بينا رجال الاعمال، الجمعيات، المجتمع المدني، مش كان في القروان سي فاد خلبت القروان، ماذا بينا اللي يسمع فينا الكل من سوسة، من الساحل، من بقية أنحاء الجمهورية، الكل يعاونوا يوقفوا معانا، خلينا نتعدوا الأزمة هذه بأقل التكاليف. دكتور سهيل، البارح انقطاع التيار الكهربائي بالحق، فما شكون مات في المستشفى بن جزار بسبب انقطاع التيار الكهربائي؟ والله شوف، التيار الكهربائي راهو كيقص على البلاد ديما، ثم مولد يخدم في السبيطار وثم يعني مولد يخدم في السبيطار وما يخليش ما يعني الحقيقة ما نجمش نحب النقاش هذا، ما عندوش معنى راه. ما أنا ما تنجمش تأكد أنت المعلومة، خاطر فما ناس يقول لك عنا شكون توفينا في الدار لأنه انقطع التيار الكهربائي. والله إيش مش انقطاع الكهرباء، ممكن الإمكانية موجودة راه، وإذا أما في السبيطار ثم مولدات كهربائية راه، فهمت؟ يعني حتى كيقص الضوء المولدات تاخذ الرولي وتخدم، فهمتني؟ البر شو نقول لك، اكيد ثم ناس يعني من غير الاكسجين الزباري متاع الاكسجين يمشي بالضوء وكذا والكل، ثم امكانيه شو نقول لك ما ثماش باهي في الاستعجالي توفي بن جزار، فما ناس قاعده تستنى مطيشه في الكلوار ما لقاتش فروشات. سي سهيل، ثم ناس ماهيش مطيشه، ما في قاعه انتظار يستناو، فهمتني؟ قاعدين على كراسي يستناو. باش نقول لك، يعني نقول لك العدد كبير، العدد كبير مهول، بالرغم من انهم ثم اطباء وكل، لكن العدد كبير، يعني السرعه نتاع المجيء نتاع العباد كبيره. دونك فما سرعه لانتشار الفيروس، يعني سرعه قياسيه الحقيقه في القيروان، ما استثنيت حتى حد، معناها لا كبار لا صغار لا حتى شيء. عندكمش معلومه طبيه مؤكده تقول هذه السلاله البريطانيه، هذه السلاله الجنوب افريقيه، شنو هي بالضبط؟ والله حسب ما متوفر من معلومات ابارامون سلاله بريطانيه، فهمتني؟ لكن مازالوا قاعدين يعملوا في التقطيع الجيني باش يتاكدوا، فهمتني؟ باش يزيدوا يتاكدوا، وقاعدين ياخذوا كل مره في عينات ويبعثوهم لتونس باش يتاكدوا بالحق السلاله بالضبط شنو هي، خاطر سلاله الحقيقه نسبه العدوى نتاعها كبيره. هو دكتور سهيل يقولوا عندها ثلاثه خصائص، معنا سرعه الانتشار اللي يسمعنا إصابة الناس الكل اليوم، فما أطفال في مستشفى الجزائر رقدين، ثم خطورتها من أول وهلة، معناها من الأول خطيرة، عندها علامات خطيرة برشا.
بالضبط وصلت حتى عدات صغار بأربع شهور وبخمسة شهور فهمتني. وبالحق يعني الخطورة متاعها غير طبيعية فهمتني بارابور للي نعرفوه قبل على الكوفيد، خطورتها كبيرة وعدد سورتو العدد الكبير. دونك تقريبا دكتور سهيل نقولوا المشهد على حاله، معناها قاعات الانتظار مليانه في مستشفى ابن الجزائر، استنى دورك لين يتلهيو بيك ولا تلقى شكون ياخذك اون شارج ولا تلقى فرش ولا اللي هو يعني نفس والله المشهد. والله اسمعني تاعبين ومجهودات جباره قاعدين يقوموا بها اللي متوفرين، وهذاك علاش اني نقول ونعاود النداء بربي اللي نجم يجي يعاون مرحبا به، وخاصه نقول لك اللي زانفيرمي واللي زاد سوانيون اللي قاعدين في الدار وما همش يخدموا يجي يعاونوا باللي يقدروا مرحبا بهم فهمتني. راو في كيف ما يقولوا هام ياسر اللي باش يعملوه ويعاونهم حتى كتجربة فهمتني كتجربة ليهم. ونعاود نأكد بالنسبة لتسكي تيديون في الميدسين اللي نجم يلتحق بينا مرحبا به، لزيكسترن لزنترن لريزيدون اللي نجموا يعاونوا مرحبا بهم الكل، الأطباء اللي في الروتريت واللي يحب يعاون مرحبا به فهمتني. وبارك الله فيكم أنتم اللي أعطيتونا المجال باش نتكلم. سؤال أخير بإيجاز ما نجمش ما نسألكش، وأنت أستاذ الطب الشرعي في بن جزار دكتور سهيل، على الفيديو اللي داروا على المورج في سبيطار مستشفى بن جزار على الوضعية الرثة نتاعها. والله شوف العدد راهو العدد نتاع الوفيات مهول، ونش نحكي حتى على عدد دكتور سهيل، نحكي على الوضعية بوبالي مطيشة معناها أوساخ فضلات، مانيش نحكي عن الحقيقة أني ما لاحظتش الأمور هذه، وناحية إدارية أكثر منها ناحية طبية. الحقيقة أني ما لاحظتش الأمور هذه خاطر لهين الداخل وكل شيء ما نجمش نجاوبك. ما عنديش البارح نشوف في فيلم معناها في فيديو فيلم اللي داخل لابس بافيه تكهو فقط حتى شيء لا كومبينيزون الامكانيات مش متوفره يا جميل، ما الامكانيات ما فماش ما عناش ما عادش موجود. وينها السلطه المركزيه وينها وزاره الصحه؟ والله عاملين مجهودهم يا جميل، اني مانيش معاهم ولا مع حتى حد الحقيقه، يعني الامكانيات المتوفره موجوده النقص كبير. هذاك علاش راني نلتجئ للرجال الاعمال وللجمعيات وللمجتمع المدني، راهو الامكانيات متوفر النقص راهو ما تنجمش ما سي انيفيتابل النقص راهو راو العدد ما تتصوروش في بالك يا جميل، راو راي شنو كيفاش باش نحكي لك، الناس كلها متجندة وذاك هو فهمتني. العدد كبير يا جميل راو ربي معاكم، قد ما نحكي لك والعدد كبير. ربي معاكم ويعطيكم الصحة ويشدكم صحة البدن وكاو شنو يعيشك يا جميل وربي يوفق ان شاء الله بالناس الكل. شكرا لك دكتور سهيل معايا حالة تدخل معنا وعلى الشهيدة هذه اللي قدمت هنا على الوضع حاليا في مستشفى ابن الجزار في القيروان.